السلام عليكم، صباح الخير جميعا. نتكلم اليوم على موضوع ترجيح الجنين. طبعا ايش قصدهم بترجيح الجنين؟ معناته اذا واحده عندها اولاد تبغى بنت، مو ترجيح الجنين عفوا، ترجيح جنس الجنين. يعني اذا واحده عندها اولاد تبغى بنت، واذا عندها بنات تبغى ولد، ايش الطرق اللي ممكن تساعد وايش الاحتمالات؟ طبعا الموضوع هذا موضوع كثير يسالوا عنه، ودائما الناس تفتي فيه. فالفكره كلها عندنا ثلاثه انواع من الاشياء اللي نسويها لترجيح بنت ولا ولد. الطريقة الأولى اللي هي طريقة الـ IVF، أطفال الأنابيب. طبعا هذه ممكن تعطينا إلى 100%. هذه حقيقة يعني تعتبر يمكن شوية أوفر واحد يسويها عشان بس يختار بنت ولا ولد، لكن في حالات معينة فعلا تستدعي إنهم يسووها، لما يكون في أمراض في العيلة تأثر على البنات أو على الأولاد ويفصلوا احتمال إن يجيهم بنت أو ولد، عشان يتجنب إن يجيهم ولد معاق وعنده مشاكل في الكروموزومات. هذه ممكن تكون سبب. الطريقة هذه حقت الـ IVF زي ما قلت، أو طريقة أطفال الأنابيب، يعني في يمكن يكون فيها حتى شكك شوية شرعا، ممكن شوية تسوي لا سمح الله عيوب خلقية في الجنين. الاحتمال ده مرة 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 بسيط، يعني شيء لا يذكر، لكن المريضة مفروض تعرف. عشان كده زي ما قلت، لو في سبب قوي إنه إحنا نوجه المريضة إنها تعمل الترجيح لجنس البيبي أو الجنين، هيكون عشان الأمراض الخلقية أكثر شيء، أو الأمراض الكروموزومات لو منتشرة في عوائل معينة. الطريقة الثانية اللي يسموها IUI، ولا الحقن المنوي، اللي هو بيتم فيه أخذ الحيوانات المنوية ومعالجتها، ويستخدموا فيها الطرد المركزي. لأن المعروف نظريا أن الحيوانات المنوية الذكرية والحيوانات المنوية الأنثوية تختلف في الحجم وفي زي ما يقولوا الوزن، فلما يحطوها في طرد مركزي بتنزل الحيوانات المنوية الذكرية عشانها أثقل، فبتنزل تحت، فبيسحبوا لو يبغوا ولد يسحبوا من تحت، لو يبغوا بنت يسحبوا من فوق. ببساطة كده يعالجوا الحيوانات المنوية وبيحقنوها للسيدة، وبعدها يشوفوا. الحقن بالطريقة هذه بيعطي تقريبا ترجيح إلى 70% أو 75%، لكن زي ما قلت ما بيعطي 100% زي أطفال الأنابيب. معلش كان في صوت مزعج وراي، رحت طفيته وجيت. طيب الطريقة الثالثة هذه اللي بدنا نركز فيها، لأنه هذه الطريقة هي اللي ممكن أكثر المرضى يتبعوها، هي عبارة عن طريقة الحسابات بالنسبة للجماع مقارنة بيوم الدورة. الفكرة كلها تعتمد على إنه المريضة بتحسب من أول يوم في الدورة، وبتحسب في نفس الوقت متى الأيام اللي ممكن يصير فيها الجماع. ففي أيام تساعد إنه يزيد احتمال إنه الجنين يكون ولد أو بنت. طبعاً تصاحب الموضوع هذا بإنها تسوي وجبات معينة أو أكل معين، الأكل هذا ممكن يزيد أو ينقص في الحموضة في المهبل، فبالتالي حيساعد برضو في نفس الموضوع. وحشرح الموضوع كده بشوية تفصيل عشان كثير بيسألوا عنه، وأحياناً المرضى يجوا للعيادة مخصوص بس عشان ده، فعشان لو تسجل الكلام ده وتسمع مرة تانية يصير توفر فلوسها. أول شيء لازم نعرف إنه الحيوانات المنوية الذكرية والأنثوية تختلف في شغلتين، في مقاومة الحموضة، أو تختلف في شيء تاني اللي هو في عمرها. يعني زي ما يقولوا الحيوان الذكري غير الحيوان الأنثوي. الحيوان المنوي الذكري يعيش لفترة أقصر لكنه سريع، أما الحيوان المنوي الأنثوي يعيش لفترة أطول لكنه بطيء، بالضبط زي الرجال والحريم. الرجال يعيشوا أقصر وعمرهم قصير، والسبب طبعا معروف. بالنسبة للحريم يعيشوا ما شاء الله أكثر لكنهم بطيئين في المشي. فأنتوا عشان تتذكروا الفكرة اربطوهم بالرجال والحريم. معناته لو تكلمنا على موضوع الأكل والوجبات، إحنا لو المريضة تبغى إنها تجيب ولد، فتحاول تخفف الحموضة في منطقة المهبل، بحيث إنه الحيوان المنوي الذكري يعيش أكثر وما يتأثر. لكن لو كانت تبغى بنت، معناته حترفع الحموضة شوية على حسب الوجبات اللي حتاكلها، وبحيث إنه الحموضة لما ترتفع معناته إنه أكثر الحيوانات المنوية الذكرية هتموت وما تكون مقاومة، فبالتالي الأنثوية تكون غالبة وممكن تعيش أكثر وفي نفس الوقت تجيب بنت. طبعا بالنسبة لتوقيت الجماع، لازم نعرف إنه التبويض دائما يبدأ الحساب للتبويض من يوم واحد من الدورة. معدل التبويض دائما يكون في يوم 14 لأغلبية السيدات. الدورة لو كانت قصيرة أو طويلة ما يفرق، في النهاية الجزء المتغير هو الجزء اللي بعد التبويض اللي هو بعد 14، لكن من 1 ل 14 هذا يوم يعتبر ثابت. فلو اعتمدنا على فكرة سرعة الحيوانات المنوية وعلى فكرة
فكرة العمر المفترض للحيوانات المنوية. فلو كانت السيدة تبغى تجيب ولد فمعناته تبغى الجماع يكون في وقت يحصل بعد فترة التبويض، بحيث إنه البويضة تكون نزلت وبعدها يصير الجماع، فالحيوان المنوي الذكر هو الأسرع هو اللي حيوصل أول. معناته إنه الجماع يكون في اليوم رقم 15 أو 16، يعني بعد ما يحصل التبويض في يوم 14. في حالة ترجيح البنت يفضل إنه الجماع يكون في الأيام اللي هي 13 أو 12 أو بالكثير 14، بحيث إنه الحيوانات المنوية الذكرية توصل أول وتموت ويبقى الحيوانات المنوية الأنثوية، فتنزل البويضة في يوم 14 ما تلاقي غير الحيوانات المنوية الأنثوية، وبكده يكون في ترجيح أكثر للبنت أو الأنثى. في حالات الترجيح يفضل في كل الحالات إنه يكون في قبل الفترة اللي هي حقة التبويض إنه يكون في 3 أيام يكون ما فيش جماع، بحيث إنه عدد الحيوانات المنوية في كل الحالات سواء كانت ذكرية أو أنثوية يرتفع لأكبر عدد قبل الجماع، وبالتالي كمان يزيد احتمال الحمل إن شاء الله. إن شاء الله حرسل الجدول اللي فيه الترجيح بالنسبة للوجبات اللي غير في الحموضة في المنطقة واللي ساعد على الأولاد أو البنات، وحرسل رسمة كده تفصيلية لموضوع التوقيت بالنسبة للجماع مع أيام التبويض، ويمكن توضح أكثر الفكرة. أنا حرسل جدول في الترجيح بالنسبة للوجبات اللي تساعد على الأولاد وعلى البنات، وفي نفس الوقت حرسل كده سكتش بسيط مبسط بالنسبة ليوم الدورة ويوم التبويض والأيام اللي تساعد على الأولاد وعلى البنات عشان يكون الموضوع أسهل. في النهاية زي ما قلت طبعا كلها برعاية الله، ما حد يعرف بالضبط متى وكم النسبة اللي تساعد فيها الطريقة دي اللي قلتها، لكن كلها يعني توفيق بإذن الله. وفي النهاية دائما نقول إحنا ولد ولا بنت، المهم وفي النهاية زي ما قلت ولد ولا بنت، المهم ربنا كده يديكم الصحة والعافية ويجيكم بيبي معافى ومشافى إن شاء الله، وحنخلص بسرعة قبل ما تيجي من مرة ونقعد مرة ثانية، وبالتوفيق.